هو الأولويات أخطر إيه على حساب إيه؟ لأنه طبعا العدد ما هوش كبير، فأنت على قد ما تقدري عايزة الكونتينر ده تعبيه وتستفيه زي ما بتقال كده بكل ما يمكن، بس هتحطي إيه قبل إيه؟ ده إزاي بنظبطه أو بنفكر فيه إزاي؟ احنا كنا قعدنا نعمل في الايام الاولى يعني خطط بديله. ها اول خطه طبعا ان احنا ندخل بكل الشغل، ده يا ريت. فيعني كان ده حلمنا. تاني خطه في ان احنا نعمل القافله كلها مراحل، يعني كان في بيانات ان احنا ممكن ندخل 20 او 30، فعملنا مراحل ان احنا نقسمها بتوليفه من الاغاثات، مستلزمات وادويه زائد يعني اغذيه سهله الاستخدام زائد بعض الاغطيه زائد اكفان. قلنا نعمل توليفات لكل 20 يدخلوا كمراحل. اول يوم ده اللي كان صعب قوي، يعني اول يوم في الدخول اللي هو يوم الجمعه بالليل بعد ما خلص المؤتمر بتاع الامين العام للامم المتحده وخلصت التظاهره اللي كانت معموله عند المعبر، والناس اللي جت واللي بتمشي كل يوم مشي، احنا كنا قاعدين بالليل. عمري ما هنسى الموقف ده في حياتي بعد كل الشغل في العمل التنموي، انه قالوا يلا هنشتغل قدامكم نص ساعه تجهزوا عربيات ومستلزمات طبيه. اليوم ده كان صعب جدا، الساعتين دول فعلا كانوا صعبين جدا، لان شفت، انا ما شفتش جدعنه مصريين بس، انا شفت شباب زي الورد كل همهم محدش همه مين بيصور ومين بيتصور، احنا كل اللي يهمنا ان احنا بسرعة. العربيات دي ما يبقاش فيها مكان واحد لبكره شاش ما تتحطش فيه. تضاربت المشاعر جدا، لان احنا قعدنا نعيط تقريبا كلنا، احنا شايفين ادويه محطوطه على الارض مش قادرين نحطها. الدكاتره عملنا طبعا بسرعه جدا، كوننا فريق طبي هو اللي يقول لنا من الدكاتره طبعا الاطباء اللي كانوا موجودين معانا المتطوعين ايه الاولويات اللي ممكن ندخلها، واللي عندهم تواصل مع اصدقاء ليهم في الجانب الاخر، اطباء في الجانب الاخر، او المتاح عامه في التعامل في مواقف الاغاثيه. بدانا يولوا اولويات للادويه اللي هتبقى ليها احتياج اكتر جوه، والمستلزمات اللي ليها احتياج اكتر. قعدتنا واحنا بنشوف الادويه اللي احنا مش قادرين ندخلها، ما قدرناش نمسك نفسينا بصراحه، كلنا بقى في رجاله بتعيط وفي بنات بتعيط، احنا مش عارفين نعمل ايه، قاعدين حاسين ان احنا فعلا مغلوب على امرنا، عندنا الحاجه ومش قادرين ندخلها. واتاخرت وما دخلتش، وفضلنا قاعدين مستنيين لغايه لما جه الفرج من عند ربنا على الساعه 10 ونص الصبح تاني يوم. اللحظه دي بقى، اللحظه دي بقى حضرتك كنت بتتكلمي معانا، يعني هي كانت لحظه صعبه جدا بالنسبه لي. انا في وقت الدخول فرحت بس مبسوطة وبنهتف وكل حاجة، بس من كتر الـ 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 يعني الـ الأمل اللي بيجينا وبيروح، فكنت حاسة أن أنا قلقانة. أول ما خرجت أول عربية إحساس لا يوصف، أن احنا نبقى حاسين أن احنا لمسنا أي حاجة دخلت جوه وفادت طفل أو صح. أنا فاكرة ساعتها قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني دي. طب قولي لي بقى دلوقتي احنا اللي موجود لسه عند المعبر، الحاجة ايه اللي جاهزة؟ إيه في حاجة منها مثلا ممكن ما تتحملش الوقت؟ يعني في حاجة هتروح وترجع؟ يعني برضو ازاي بنحضر للي جاي؟ لا، هو الحمد لله ان كل اللي موجود موجود حاجات يعني تستحمل، الحمد لله ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وفي حاجات على فكرة عمالة تتوالى كمان موجود، بتدخل على العريش ومستنية تدخل. واحنا هنا في مؤسساتنا بنحضر لضعفين او ثلاث اضعاف القافله اللي وصلت، لان زي ما سمعنا الامين العام للامم المتحده لما قال ال 2 مليون شخص اللي جوه دول عايزين قد القافله اللي كانت قدامه. على فكره هو كان واقف وقدامه، لا كلامه كان ايجابي قوي وداعم قوي. لكن انا وقالها في القمه انه يعني تبقى الناس مش لاقيه تاكل ولا تشرب وقدام المعبر فيه ده ومش عارفين يدخله، وهو قال احنا محتاجين عشرات الاضعاف من ده علشان نقدر نخلي الناس دي تبقى يعني تقدر تمارس حياتها، مش تمارس هي بس حقها في انها تاكل وتشرب. طبعا احنا برضو من ضمن الحاجات ان احنا كانت يعني كنا برضو حاسين ان احنا ايدينا مكتوفه فيها، ان الناس مش لاقيه ميه كمان.